مسافر أنا مسافر في أرض الله. مش داري فين آخر حدود الآه. يا خبر يسود. مش عارفين. كأني قيس تاه عن ليلة. تعرف أنت لو ما كنتش غنيت النهاردة أنا كنت اعتزل الإعلام خلاص. لا أعوذ بالله. يبقى أنا أغني أنا هغني للصبح معاك عشان ما تعتزلش. لا عشان أنا ماليش الناس دعوة. دي تنام سعيدة ومبسوطة. ربي يبارك. أنت ما تتخيلش كمية الناس اللي متصلة ومبدية سعادتها. لو 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 كان لي قلبان عشت بواحد وتركت قلبا في هواك يعذب لكن لي قلب لكن لي قلب تملكه الهوى لا العيش يحلو له ولا الموت يقرب كعصفورة في أيدي طفل يضمها تذوق صياغ الموت والطفل يلعب فلا الطفل ذو عقل يحن لما بها ولا الطير ذو ريش يطير فيغرى. حبيبي لا والله لا والله لا ابدا لازم ابوس راسك. اعوذ بالله مش ممكن لا يمكن ارجوك. يبقى انا ابوس ايدك بقى. لا عفوا انا ابوس راسك والنبي ربي ده يعني بتشرفني يعني العافية. انت عارف انت شرفتني انت سيدي واسعدت على الناس راسي. على راسي وبسطتهم. اتفضل استنى يعني ما احبش على راسك يعني اللي يسعدنا كده ويبسطنا كده سيدي على راسي. انت ما تعرفش يعني علماء وناس احنا بنرج شويه شويه الخير اللي عملته هالبلاد هذه. انا اقولها وفي العالم العربي ديروا بالكم على هذا البلد هذا الوتد متاع الخيمه متاع الامه العربيه. هذا البلد فضله على الامه العربيه هو الدرع الحصن